تحية إجلال والتخدير لشهداء ثورة 25 من يناير لأبناء هذا الوطن، سواء مدنيين أو رجال الشرطة أو الجيش. هذه الثورة التي أذهلت العالم أجمع بإرادة وعزيمة المصريين الدائمة للتغيير، وأيضا تصحيح المسار وإصلاح كل الشؤون الداخلية في البلاد. هذه الثورة التي استنزف فيها الكثير من الشهداء والمصابين، ولكن كله يهون في سبيل استقلال مصرنا الحبيبة وفي سبيل الرقي والنهوض بهذا البلد الكريم. النهاردة هنحتفل مع حضراتكم بهذه الذكرى العطرة والغالية في نفوس قلوب كل المصريين، سواء ثورة 25 من يناير أو عيد الشرطة، مع ضيفي الأستاذ محمد عبد الرحمن رئيس لجنة الزراعة بالمجلس القومي لشؤون القبائل العربية. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. الله يخليك. الله يبارك فيك. في البداية كده، ماذا تقول في ذكرى ثورة 25 من يناير وأيضا لتناسب عيد الشرطة المصرية؟ والله في البداية طبعا بنترحم على شهداء الثورة من الشعب، من أبناء الشعب المصري، وبنترحم على شهداء الثورة بالكامل، وبنترحم على أبنائنا من الشرطة المصرية وأبنائنا من القوات المسلحة. لأن ثورة 25 يناير يعني جات في وقت كان كل الشعب المصري بيتمنى ثورة 25 يناير. في ناس كتيرة ضحت، وبخاصة رجال الشرطة، فاحنا من هنا بنرسل لهم ألف تحية، واحنا نحمد ربنا اليوم ان احنا اليوم 25 يناير وبدأت ترجع الشرطة، وبدأ يرجع الأمن والاستقرار لهذه الدولة بعد 4 سنوات من ثورة 25 يناير. الحمد لله رب العالمين. يعني في هناك من يهاجمون ثورة 25 من يناير، ومن يدعي أنها حراك أو انتفاضة وليست ثورة، ممكن تقول إيه لكل هؤلاء يعني بشكل عام؟ والله إحنا ثورة 25 يناير فرزت لنا أشياء كتيرة. نعم. فرزت لنا عصابات ركبوا على ثورة 25 يناير. نعم. وكانوا عايزين ميليشيات مسلحة كان هدفها دمار مصر، وفرزت لنا أبطال. فثورة 25 يناير من مميزاتها إن هي فرزت لنا الإخوان اللي هم الميليشيات اللي كانوا نازلين بتمويل خارجي. نعم. يدمروا الدولة، وفي نفس الوقت يقدر تسقط نظام يعني بقاله أكتر من 30 سنة فساد في البلاد. ثورة 25 يناير أسقطت نظام فاسد. نعم. ولكن ركبت ثورة 25 يناير موجة، وهي الإخوان المسلمين للأسف قبضوا على الثورة للنيل منها وتحقيق مصالح شخصية ومآرب. وبالفعل أنت حضرتك شايف الأوضاع في سوريا، شايف الأوضاع في ليبيا. مخططات الربيع العربي في 25 يناير كانت من ضمن أهدافها، لما جابوا الإخوان يركبوهم على الثورة، كانت أهداف الإخوان هذه الأهداف المنسوبة لنا من الغرب ومن الدول الغربية هي إن مصر تكون زي ليبيا وسوريا وكل الدول دي. وبحمد من الله سبحانه وتعالى تم التصحيح في ثورة 30 يونيو. ثورة 30 يونيو فرزت لنا بطل شال سكينة من على رقبة المصري، وهو المشير عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي. لولا ثورة 30 يونيو ولو استمر حال الإخوان حتى تاريخه، كان زمان وضعنا الآن نفس الوضع اللي موجود في ليبيا، نفس الوضع اللي موجود في سوريا، ولكن مصر مش هيحصل فيها الكلام ده. تمام. طيب لو رجعنا شوية لكواليس الثورة المصرية اللي هي انطلقت شرارتها من 25 لحد يعني بعد 11 فبراير، ولكن 25 و26 و27 كانت هي فعلا الثورة المصرية التابعة للإرادة والمصريين المحبين فعلا للتغيير، الشرفاء، المواطنين اللي بيتمتعوا بالمواطنة وحب البلد بشكل كبير جدا. ولكن من يوم 28 يناير هم ابتداء حقيقي لمن قام بالانقضاض على الثورة المصرية وما تم من تدمير وحرق السجون وخلافه. ولكن خلينا نبدأ 25 26 27، كيف قرأت هذه المشاهد؟ كيف كنت متابع لأحداث 25 26 27 يناير؟ أنت على اقتناعك الشخصي كنت مصدق أن هذه ثورة أو مجرد فقط يعني تظاهرات وهتنفض وخلافه؟ لا، هو يوم 28 27 و28
الإخوان هم اللي ركبوا الموجة من اللحظة دي. ثورة 25 يناير كانت ثورة شباب، ثورة حقيقية بيطالب بإنهاء فساد سابق. نعم. فكانت الثورة ثورة حقيقية. تمام. بعدها الإخوان المسلمين ركبوا على الثورة. نعم. ركبوا على الثورة وبدأوا يتصرفوا بالغباوة. بالظبط. وكان ذلك على الملأ بدأ من 28. بالظبط. جمعة الغضب. من يوم 28 بدأوا يهاجموا أقسام الشرطة، بدأوا يهاجموا أيا كان في سلبيات في الداخلية كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير. ولكن بعد ثورات التصحيح اللي تمت وثورة 30 يونيو، الشرطة النهاردة بتعامل الناس بكل أدب واحترام وأخلاقيات. نعم. ولكن حضرتك بتكلم على الفترة اللي هي 28 الإخوان جمعوا البلطجية. بالزبط. وراحوا خدوهم وراحوا قدام الأقسام وبدأوا يتبعوا وضع كله ممنهج خارج عن الثورة. وبحمد ربنا وبشكره جاء الرئيس وجاء الإخوان وشوفنا الدمار اللي لحق بالدولة بعدها لما ركبوا الموجة، وشوفنا الأوضاع السيئة اللي كانت موجودة في البلد، وشوفنا كل الشغل اللي اتبنى غلط، وشوفنا التمويلات الخارجية، وشوفنا أوضاع من أسوأ ما يمكن. نعم. فثورة 30 يونيو صححت مسار ثورة 25 يناير. نعم. يعني ثورة 30 يونيو حضرتك شايف إنها ما شاب ثورة 25 يناير من شوائب، هي استطاعت أن تنقق كل ذلك. نعم. وتصحح المسار. نعم. ولكن اليوم نحتفل جميعا بثورة 25 يناير، وأيضا بعيد الشرطة المصرية، رغم طبعا يعني إلغاء الحكومة المصرية الاحتفال الرسمي يعني نتيجة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية. نتمنى يا رب للملك سلمان أن يسير على نهجه وخطاه يعني كحاكما يعني أو حكيما للعرب بشكل عام. كيف ترى دور الحكومة في هذا الشأن والخطوة التي خططها الحكومة إلغاء الاحتفال الرسمي بشكل عام بهذه الثورة، أيضا أعياد الشرطة يعني تضامنا مع دولة السعودية الشقيقة؟ حضرتك إحنا من هنا بننعي وبنعزي الأمير الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. الأمير عبد الله رحمة الله عليه في وفاة الأمير عبد الله بن عبد العزيز الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان ليه دور قوي جدا جدا مع مصر، وخاصة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو. نعم. الملك عبد الله أكثر واحد كان حاسس بالمخاطر اللي هي موجودة داخل الدول العربية. الملك عبد الله رحمة الله عليه كان ليه دور قوي جدا في مساندة مصر شعبا وحكومة، ودي شهادة للجميع يعني. فإلغاء الاحتفالات بثورة 25 يناير أو إلغاء عيد الشرطة أو ده أمر حتمي، لأن وإحنا مؤيدين الدولة المصرية في هذا القرار، لأن الأمير الملك عبد الله بن عبد العزيز إنسان بالفعل سند شعب مصر في أزماته، سند الشعب المصري في وقت الأزمات في وقت المحن. فإحنا طبعا لن ننسى هذا، وده أقل شيء إن إحنا نلغي احتفالية أو أخرى أو نعلن حداد لوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز. لكن ده برضه ما يمنحش ان احنا نتذكر يعني ثوره 25 يناير او عيد الشرطه بذكرى طيبه في نفوسنا جميعا، وطبعا نترحم على كل شهدائنا سواء مدنيين او شرطه او جيش. ولكن انا عايز بسال برضه حضرتك بشكل عام، كيف ترى انقضاض الاحزاب وليس فقط حزب الحريه والعداله متمثل في الاخوان المسلمين على الثوره المصريه؟ هناك الكثير ولاحظنا يعني بعد ثورة 25 من يناير في يعني فترتها الأخيرة، كله يريد يعني أن يغتنم الفرصة، كله يريد أن يجني غنائم، يعني ما كانوش يعني حاسين أنها ثورة أكتر من أنها يعني غنيمة، وكل عايز يعني يسأر وخلاص. رؤيتك لكل هذه المشاهد من الأحزاب والقوى السياسية بشكل عام، وأيضا كيف ترى تصحيح المسار الإيجابي في 30 من يونيو بعد القضاء على كل هذه الشوائب كما ذكرت حضرتك من قبل؟ حضرتك ثورة 30 يونيو دي ثورة كانت ناجحة بكل المقاييس، حصل فيها استحقاقين. هو الدستور، الاستحقاق الأول كان الدستور، وده تم بدون تدخل من أي إنسان.
الاستحقاق الثاني وكانت الانتخابات الرئاسية اللي طلع 33 مليون انتخبوا الرئيس اللي طلعوا طلبوا طلع الشعب المصري في كل الميادين بطالب بالرئيس عبد الفتاح السيسي. لابد من استكمال خارطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية. بالضبط. للأسف الأحزاب عندنا في مصر كلها هشة، أحزاب ضعيفة، أحزاب ملهاش أساس في الشارع، أحزاب بتدور على مصالح شخصية. الفترة القادمة البرلمان هو أهم برلمان موجود في خلال السنوات القادمة، هو البرلمان اللي القادم. ده حقيقي. طيب قبل ما ننتقل للحديث عن البرلمان القادم وأهميته، خليني أسأل حضرتك وبصراحة، يعني هل حضرتك شايف إن ثورة 25 يناير حققت أهدافها كلها بشكل عام؟ أولا يكفي علينا ثورة 25 يناير طفحت لنا الوساخة اللي في البلد وراحت في داهية، وهم الإخوان مش المسلمين، دول لا يلقبوا بالمسلمين، ما فيش مسلم يقتل مسلم، ما فيش مسلم يفجر لناس ملهاش أي ذنب، ما فيش مسلم يقتل جندي، ابني وابنك وابن ده وابن ده. مين هم الشرطة؟ مين هم أبناء القوات المسلحة؟ مين هم أبناء الشرطة؟ هم المصريين، أخويا وابن عمي وعمي وأخوك، مين هم؟ تمام. فحضرتك أنت بتتكلم في جزئية في 25 يناير، الإخوان ثورة 25 يناير مميزاتها إن طلعت دول ودول طلعوا مدى الحياة وهيطلعوا، مصر هتستقر، مصر آمنة، مصر بها رجال. تمام. مصر بها شعب محترم. لا. شعب واعي. كل اللي بيحصل النهارده ده واللي انت بتشوفه دي حاجات ما تحطهاش في حساباتك ولا تحطها في دماغك، لانهم مش عاملين حاجه ومش هيقدروا يعملوا حاجه. تمام. لان احنا عندنا يعني قياده سياسيه حكيمه. تمام. وخلفها شعب واعي. تمام. عندي يعني ضمن اجابات ثوره يعني 25 يناير، ولكن كيف تنظر للشباب المصري الحر اللي هو نابع عن اراده مصريه خالصه، عايز التغيير، عايز التخلص من نظام فاسد، سواء يعني من حكومه هذا النظام او كل يعني ما اشتق من خلاله من انظمه يعني تغلغلت في كل هذا النظام الفاسد، ولكن كيف ترى وتنظر انت كواحد من متابعين هذه الثوره المصريه للشباب المصري السائر الحر المريد فعلا للتغيير الايجابي ويريد فعلا نهضه هذا البلد واصلاحها؟ ما نراه الان ان من ضمن المطالب الاساسيه لسياده الرئيس على ما شفنا في خلال الفتره اللي فاتت هي الشباب، ان يكون هناك دورا حقيقيا للشباب في المرحله القادمه. تمام. ان يكون هناك دورا حقيقيا للشباب في البرلمان القادم. نعم. ان يكون هناك فرص عمل للشباب في خلال المرحله القادمه. احنا شايفين الحكومة الان بتهتم بوضع الشباب. تمام. واحنا طبعا لابد من الاهتمام الكامل بالشباب في خلال المرحلة القادمة. الشباب لهم دور، الشباب كان لهم دور في ثورة 25 يناير كبير ومعروف. الشباب كان لهم دور كتير، والشباب اكتر شيء فاهم وعارف الظروف اللي بتمر بها مصر حاليا، واحنا صابرين وهنصبر. تمام. واحنا بلدنا هتستقر وان شاء الله هنعدي من المرحله دي باذن الله تعالى. ان شاء الله. عايز حضرتك برضه تكلمني عن الدور اللي قامت بيه القبائل العربيه لمسانده ثوره 25 من يناير وايضا ثوره التصحيح 30 يونيو، كلمني عن كل هذه الادوار وايضا مساندتها لرجال الجيش والشرطه في القضاء على الارهاب في كل هذه المناطق. المجلس القومي لشؤون القبائل المصريه كان ليه دور فعال في مساندة الدولة في حفظ الأمن. حضرتك زي ما انت عارف مصر لها حدود غربية وحدود شرقية. تمام. حدودنا الغربية مع ليبيا كلها قبائل عربية. حدودنا الشرقية مع إسرائيل كلها قبائل عربية. فكانت للقبائل العربية دور هام جدا في مساندة الدولة في حفظ الأمن، وخلال ثورة 25 يناير وما بعد ثورة 25 يناير حتى الآن للقبائل العربية دور فعال حقيقي، لأن أنت عارف الحدود بتاعتنا كلها ما فيش فيها غير القبائل، فبالتالي هم مساندين دايما. آخر شيء للقبائل العربية من حوالي يومين أو ثلاثة
العمدة أحمد طرام والمنطقة الغربية والقبائل العربية جمعوا أكثر من 3500 قطعة سلاح من الناس وسلموها لإدارة المخابرات الحربية. تمام. فبالتالي القبائل العربية لها دور هدفها إن هي تساند الدولة، هدفها إن هي تساند الحكومة، ليس لها أهداف ولا مطامع أخرى سوى مساندة الدولة في الظروف اللي بتمر بها مصر في الوقت الراهن. تمام. طيب خلينا يعني معانا على الهاتف الشاعر احمد زايد. سلام عليك يا فندم. السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم. تحياتي لحضرتك يا استاذ احمد، وكل سنه وانت طيب وكل المصريين يا رب بالف خير وصحه وسعاده. وحضرتك بخير في هذه المناسبه العظيمه يا استاذنا. ربنا يخليك يا استاذ احمد. حابب تسمعني ايه النهارده عن ثوره 25 يناير؟ انا عايز بس اقول بالنسبه لثوره يناير. اتفضل. في ذكرى ثوره يناير أنا في بداية الكلام لكل شهيد في بلدي ببعث مليون سلام، ولكل إيد بتبني وبتدفعنا لقدام وتحقق أمن بلدي وتحافظ على النظام. ثورتنا ثورة كانت في الكون ملهاش مثيل، وكان غصن الزيتون فيها هو الدليل، لكن لما الشيطان فيها نزع الفتيل لوشت سبخ الدماء وسقط فيها القتيل. ثورتنا ثورة كانت ثورة عامة في البلاد للنساء وللرجال للشباب وللولاد، كان هدفنا فيها واضح نقضي بيها على الفساد ونحرك بيها البلد بعد ما أصابها الجماد. ثورة كانت سلمية، ثورة عظيمة في أهدافها بشهادة دول العالم واللي حضر منها وشافها، بس يا 100,000 خسارة لما الغراب منا خطفها، ضيع أمل كل شبابنا وكان حيغير الدفة. أدرك شعب بلدنا ساعتها إن الدولة خلاص هتضيع، والدول الخارجية ساعتها قالوا في الوطن العربي ربيع، لكن الشعب المصري الفاهم قال دولتنا ماهيش للبيع، واسترد الثورة بتاعته في غضون 7-8 أسابيع. والنهارده بالمناسبة مش راح نسمح تاني لحد انه يوقف مسيرتنا واللي اتبنى بإيديه يتهد. بعد ما انطلقت مسيرتنا اللي هتبني اليوم والغد، مصر خلاص يا اولاد انطلقت واحنا بدأنا في وقت الجد. كل سنة وحضرتك بخير. الله يستر احمد، انا بحييك على الكلمات الجميلة والرقيقة في نفس الوقت يا زحمة. شكرا لحضرتك يا فندم وتحياتي ليك، وكل سنة وكلنا بألف خير وصحة وسعادة، كل سنة ومصر الحبيبة الحبيبة في ألف خير وصحة وسلام وأمن ووئام. عايز اسال حضرتك محمد، حضرتك كنت ازاي متابع لكل احداث الثوره المصريه بدءا من 25 يناير حتى تنحي الرئيس مبارك؟ والله حضرتك الشعب المصري كان متابع وكلنا كنا متابعين الوضع. ثوره 25 يناير دي ثوره مديده، من المفروض ان احنا ناخد حسنات الثوره وما ناخدش عيوبها. من الطبيعي ان النهارده حصلت ثوره ضد فساد سابق، المفروض احنا نستغل هذه الثورة في نجاح هذه الثورة ان احنا استخلصنا منها ايه الاشياء اللي كانت هتضر مصر والسلبيات، وايه النجاحات اللي المفروض ان احنا استفدنا منها من الثورة. تخلصنا من نظام عقيم في ثورة 25 يناير كان لابد ان نتخلص منه. تمام. يجب علينا، جالنا إرهابيين وتخلصنا منهم. تمام. بفضل ربنا وبفضل قواتنا المسلحة. بالظبط. طيب الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في خطابه بنسبة الثورة المصرية وعيد الشرطة قال إن احنا لابد أن نستغل مثل هذه الذكرى في العمل الجاد والبناء. لو اتكلمنا عن تنمية الصحراء والزراعة بشكل عام، كيف نستطيع احنا كمصريين نتضافر سويا من أجل النهوض بقطاع الزراعة بشكل عام متمثل في الحكومة المصرية واستصلاح الكثير من الأراضي؟ السيد الرئيس مدي
الناس المفروض خلاص الثورة، الناس الشعب كله مش هيشتغل في السياسة. نعم. احنا المفروض نبص للعمل. نعم. احنا ننجح زي الأوروبيين. نعم. زي الغربيين. التنمية الزراعة. نبتدي الزراعة النهاردة من الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد المصري. نعم. الزراعة النهاردة في عندنا مشروع إصلاح مليون فدان. عندنا مشاريع استثمارية النهاردة في مجال الزراعة تساعي كل الشباب للعمل في خلال الفترة القادمة. تمام. التوصيات السيد الرئيس بيوصي على ان نبتدي ننسى السياسة بقى ونبتدي نقول الثورة ونقول ونتكلم، نبتدي في العمل. نعم. احنا مش هنسيب، احنا مش كل حاجة هنحملها على الرئيس. نعم. مش كل حاجة هنحملها على الحكومة، مش كل حاجة هنقول للحكومة. الحكومة مصر معروفة وضعها الاقتصادي معروف، مصر طالعة من كبوات كتيرة جدا وأزمات كتيرة جدا. مع هذا ان من خلال فترة تولي الرئيس للحكم حصلت انجازات كتير، عودة مصر بعد ثورة 25 يناير وفي الظروف الصعبة اللي فاتت، عودة مصر للمجتمع الدولي نفسه ده انجاز كبير جدا، عودة مصر لأفريقيا ده انجاز كبير جدا، عودتنا للعالم انه يعترف بثورة 30 يونيو ويعترف بالإنجازات اللي تمت في ثورة 30 يونيو وإن احنا بنقضي على الإرهاب، هم عرفوها بعدين. نعم. هم فهموها فيما بعد بعد تفجيرات باريس. نعم. فهموا كل الحاجات دي إن احنا إن مصر صح. فعودتنا الآن إلى المجتمع الدولي ده انتصار. نعم. من ضمن الإنجازات في إنجازات كتيرة حصلت النهارده، في انجازات قناه السويس وشككوا فيها الارهابيين. نعم. مع العلم ان قناه السويس على وشك الانتهاء منها. نعم. شككوا ان ما فيش قناه، شككوا. نعم. فالاشاعات اللي مشغلينها الان حتى اليوم حتى امن كلها اشاعات. مصر لن تعود الى الوراء مره اخرى. مصر لن تعود الى الوراء مره اخرى، يمكن اجمل ختام ممكن نختم بها هذه الفقره. نتمنى يا رب مزيد من التقدم ومزيد من الازدهار، مزيد من القياده الحكيمه المتمثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم تستكمل بعد ذلك بمجلس النواب القادم الذي يحتضن مصر ويستطيع ان يشرع مواد دستور لقوانين تصب في صالح البلد في المرحله القادمه. شكرا لحضرتك ضيفي العزيز الاستاذ محمد عبد الرحمن رئيس لجنه الزراعه بالمجلس القومي لشؤون القبائل العربيه. تحيات لحضرتك يا فندم. شكرا. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا، انتظرونا بعد الفاصل فقرة حوارية أخرى من برنامجكم اللون الأخضر.